خطر الإصابة الثانية أعلى لكبار السن، الأحوال الجوية بريئة من كورونا، والحكة دليل على أمراض الكبد. ابقوا معي، هناك المزيد في العربية الصحة. كبار السن مهددون بشكل أكبر بالإصابة الثانية لكورونا بحسب دراسة نشرتها مجلة The Lancet الطبية. فالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يتمتعون بحماية بنسبة 47% فقط خلال الأشهر الستة الأولى بعد الإصابة بكورونا، فيما ترتفع هذه النسبة بحسب الدراسة التي أجريت في الدنمارك إلى 80% لدى من تقل أعمارهم عن 65 عاماً. الأحوال الجوية وتأثيرها على انتشار كورونا جدل قائم منذ ظهور الفيروس، تحسمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بتقرير قالت إنه لا دليل على رابط بين الاثنين، وإن انتشار المرض اعتمد العام الماضي على التدابير التي اتخذتها الحكومات أكثر من اعتمادها على عوامل الأحوال الجوية. بل على عكس المتوقع، موجات عدوى كورونا تزايدت خلال المواسم الأكثر دفئاً في 2020 وليس في الشتاء. كم من الأجسام المضادة يجب أن تتوفر في أجسامنا كي نمنع إصابتها بكورونا مرة أخرى؟ الطبيبة والإعلامية الروسية الشهيرة إيرينا ماليشيفا أكدت أن المناعة تتشكل بعد تراكم عدد قليل من الأجسام المضادة يمكن أن يسجله اختبار المضادات، أي أن النتيجة الإيجابية لاختبار المضادات تعني الحصانة من فيروس كورونا مهما كانت كمية الأجسام المضادة في الجسم قليلة أو كثيرة. إذا كنت تعاني من الحكة خاصة في الليل فأنت بحاجة إلى فحص الكبد في أسرع وقت ممكن بحسب موقع Best Life Online. السبب هو أنه في حال كشف الكبد، في حال فشل الكبد عن تكسير وإخراج المواد التي يحتاجها الجسم، فإن العضو التالي الذي يحاول التخلص من الأملاح الصفراوية هو الجلد، وهذا يسبب الحكة خاصة في راحة اليدين والأخمصين.